الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 97% مقارنة بالمبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 257 مليون دولار. وباع البنك مزاده اليوم 265 مليون و 964 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. شكل قرار زيادة الجديدة في ضريبة نقل العقار بالعراق صدمة داخل سوق العقارات الذي يعاني بالأصل من ركود وتضارب في الأسعار التي أصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع دخل غالبية العراقيين. وقال خبراء اقتصاديون إن زيادة الجديدة في الضريبة على نقل العقار من 40% للسكان العقاري إلى 100% على العقار التجاري سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات. قال مسؤولون في وزارة الكهرباء إنه بسبب تقادم المحطات الكهربائية وكلف الغاز وغيرها، فإن كلفة الكهرباء المستوردة من قبل العراق أقل من كلفة إنتاجها داخليا. وأكد المسؤولون أن كلفة الميجاوات الذي ينتج في العراق يتراوح بين 75 و100 دولار لكل ميجاوات واحدة، فيما تشير تقديرات إلى أن استيراد الميجاوات جاهزة من الخارج قد يصل إلى 50 دولارا للميجاوات فقط. ومن المقرر أن يقوم مشروع ربط سوق الكهرباء لمجلس التعاون الخليجي مع العراق بتعزيز أمن الطاقة في العراق بنحو 4 ملايين ميجاوات بالساعة سنويا. سجلت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر أيلول الماضي انخفاضا كبيرا وفقا لمنظمة أوبك. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر أيلول 72 دولارا 31 سنتا، بانخفاض بلغ 5.12 دولارات مقارنة ب 77 دولارا 43 سنتا لشهر آب. ويصدر العراق النفط الخام لآسيا بنسبة 60%، فيما يصدر لأوروبا بحدود 25% و15% تذهب إلى أمريكا. حل العراق في المرتبة الثانية بين أعلى الدول استيرادا من إيران للسلع غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.